حد ضربك بسكينة بالشكل ده، مش هتفضل واقف مكانك، هتهنى تاني. يعني ده الاتجاه بتاعنا اهو، هو هنا اهو، ده الاتجاه رايح على بطني مباشرة اهو. فأنا باخد خطوة ناحية اليمين هنا اهو، عشان أكون في مواجهة مع دراعه من هنا. الإيد الشمال كده، الإيد الشمال بتمسك بالشكل ده، والإيد اليمين بتمسك بالشكل ده. كل المنطقة اللي احنا هنشتغل عليها اللي هي بين مفصل الكوع وبين مفصل الريست، مش هنمسك من عند القبضة خالص، دي المنطقة اللي احنا هنشتغل عليها. الاتنين بيعملوا كماشة على الدراع من هنا اهو، الدراع الشمال كده والدراع اليمين كده. الدراع الشمال ده صباع الإبهام بيلف القبضة بالشكل ده، تاخد الاتنين مع بعض بتلف بالشكل ده. كده انت شليت مفصل الكتف ومفصل الكوع ومفصل الريست، والسكينة هتاخدها الاتجاه ده.